بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نعمه ربنا يسوع المسيح ومحبه الله وشركه الروح القدس معكم جميعا. جلوس. سياده المدبر الرسولي بير باتيستا بيتسابيلا، جزيل الاحترام ابائي الكهنه الافاضل، اخواتي الراهبات، ابنائي وبناتي طلاب وطالبات التثبيت، ايها الاهل الاحباء، ايها المؤمنون العزيزون في هذه الرحيه العزيزه، اهلا وسهلا بكم. نجتمع هذا المساء لكي نصلي معا مع سيدنا في هذه الذبيحه المقدسه لمنح سري المناوله والتثبيت المقدسين. لذلك اسمحوا لي بدايه ان اتوجه بكلمه باللغه الايطاليه لسيدنا بير باتيستا، ارحب به باسمكم، وسوف نقدم له هديه باسم الرعيه، هي عباره عن صورته، صوره فسيفساء باسم هذه الرعيه كي تبقى دائما ذكرى وعلامه محبه من هذه الرعيه. Eccellenza Reverendissima Arcivescovo Pier Battista Pizzaballa, amministratore apostolico del nostro Patriarcato Latino di Gerusalemme. Siamo molto felici oggi di averla qui tra noi nella nostra parrocchia. Nel mio nome, del diacono, delle suore e nel nome di tutti i nostri parrocchiani le do il benvenuto nella sua prima visita pastorale qui a Hashimi e in Giordania, dove abbiamo il battesimo di Gesù. Diciamo con le parole di Dio: benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto. Benedirà oggi i nostri figli, dando loro la prima comunione e la confermazione. Così la loro fede diventa più grande e diventano i testimoni di Gesù Cristo, nostro Signore, nella vita. Mi permetta, in nome della mia parrocchia, di darle questo regalo, la sua immagine in mosaico fatto qui in Giordania, per ringraziarla della sua visita, e così questo dono rimane ogni giorno il simbolo del nostro amore per lei. Infine le chiedo di pregare per noi, per la Chiesa Nostra Signora del Monte Carmelo, e le diciamo che sarà sempre nelle nostre preghiere. La nostra gratitudine è fatta di preghiera affinché il Padre misericordioso la benedica e la assista nella sua grande e delicata missione. Benvenuta, Sayyidna. Aqua inasco khatayana wananda nalaha fana kunan ahlan li kamati basral mukaddasa anatarif بلغنا الحياة الأبدية.
Sally. O God, author of every mercy and all goodness, who in fasting, prayer, and almsgiving have shown us a remedy for sin, look graciously on this confession of our lowliness, that we who are bowed down by our conscience may always be lifted up by your mercy. Bil Masih Rabbina. القراءة الأولى قراءة من سفر الخروج. في تلك الأيام كان موسى يرعى غنم يتروى حميه كاهن مدين، فساق الغنم إلى ما وراء البرية حتى أفضى إلى جبل الله حريب، فتجلى له ملاك الرب في لهيب نار من وسط العليقة، فنظر فإذا العليقة تتوقد بالنار وهي لا تحترق، فقال موسى: أميلوا وأنظروا هذا المنظر العظيم، ما بال العليقة لا تحترق؟ ورأى الرب أنه قد مال لينظر، فناداه الله من وسط العليقة وقال: موسى موسى. قال: ها أنا ذا. قال: لا تدنو إلى ها هنا، اخلع عليك من رجليك، فإن الموضع الذي أنت قائم فيه أرض مقدسة. وقال: أنا إله أبيك، إله إبراهيم، وإله إسحاق، وإله يعقوب. فستر موسى وجهه إذ خاف أن ينظر إلى الله. فقال الرب: إني قد نظرت إلى مذلة شعبي الذين بمصر، وسمعت صراخهم من قبل مسخريهم، وعلمت بكربهم، فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين وأخرجهم من تلك الأرض. فقال موسى لله: ها أنا سائر إلى بني إسرائيل فأقول لهم: إله آبائكم بعثني إليكم. فإن قالوا لي: ما اسمه؟ فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى: أنا هو الكائن. وقال: كذا قل لبني إسرائيل: الكائن أرسلني إليكم. وقال الله لموسى ثانية: كذا قل لبني إسرائيل: الرب إله آبائكم، إله إبراهيم، وإله إسحاق، وإله يعقوب، بعثني إليكم. هذا اسمي إلى الدهر، وهذا ذكري إلى جيل فجيل. كلام الرب. مجدي يا نفس المولى ويا أعماق وجداني، مجدي اسمه القدوس. مجدي يا نفس المولى ولا تنسي كل ما أتاك من إنعام. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه الله. هو الذي يغفر جميع آثامك ويشفيك من جميع أسقامك، ينقذ حياتك من هاوية الفساد ويتوجك بالمراحم والوداد. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه الله. كان الرب للعدل مقيما ومنصفا لكل من بات مظلوما، وأنه لموسى يبين سبله ويعلن لبني إسرائيل فعاله. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه الله. الرب حنان رحيم ودود محب حليم، كما تعلو عن الأرض السماء مودته سمت للمتقين. أرسل روحك أيها المسيح
القراءة الثانية قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنثوس. لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة أن أباءنا كانوا كلهم تحت الغمام، وكلهم جازوا في البحر، وكلهم تعمدوا في الغمام وفي البحر، فصاروا من أتباع موسى، وكلهم أكلوا طعاما روحيا واحدا، وكلهم شربوا شرابا روحيا واحدا، فقد كانوا يشربون من صخرة روحية تتبعهم، وهذه الصخرة هي المسيح. ومع هذا فإن الله لم يرضى عن أكثرهم، فسقطوا صرعى في الصحراء، وقد حدث ذلك كله ليكون لنا به عبرة، لئلا نشتهي الأشياء الخبيثة كما اشتهاها هؤلاء، ولا تتذمروا كما تذمر بعضكم فأهلكهم المبيت. وقد حدث لهم ذلك كله ليكون لنا به عبرة، وكتب تنبيها لنا نحن الذين بلغوا منتهى الأزمنة، فمن ظن أنه قائم فليحذر السقوط. كلام الرب. فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيل باشر. في ذلك الوقت حضر أناس وأخبر يسوع خبر الجليلين الذين خلط بيلاطس دمائهم بدماء ذبائحهم. فأجابهم: أتظنون هؤلاء الجليليين أكثر خطيئة من سائر الجليليين حتى أصيبوه بذلك؟ أقول لكم لا، ولكن إن لم تتوبوا تهلكوا بأجمعكم مثلهم. أولئك 18 الذي سقط عليهم البرج في سلوان وقتلهم، أتظنونهم أكثر ذنبا من سائر أهل أورشليم؟ أقول لكم لا، ولكن إن لم تتوبوا تهلكوا بأجمعكم كذلك. وضرب هذا المثال: كان لرجل تينة مغروسة في كرمه، فجاء يطلب ثمرا عليها فلم يجد، فقال للكرام: إني آتي منذ 3 سنوات إلى التينة هذه أطلب ثمرا عليها فلا أجد،
فاقطعها لئلا تعطلوا الأرض. فأجابه سيدي دعها هذه السنة أيضا حتى أقلب الأرض من حولها وألقي سمادا، فلربما تثمر في العام المقبل، وإلا فاقطعها. كلام الرب. First of all, I greet all again, Abuna Farah, the sisters, the priest who came here, and all the parish, of course. في البداية أحيي من جديد كاهن هذه الرعية أبونا فرح، الكهنة الحاضرين، الأخوات اللي أجوا من بعيد لأجل المشاركة، الأخوات الراهبات وأبناء هذه الرعية جميعاً. Special greeting to our children that today are receiving the first communion and the confirmation. تحية أيضا إلى كل أطفالنا، بالخصوص إلى كل أطفالنا اللي لأول مرة سيقبلوا القربان الأقدس وسينالوا أيضا سر التثبيت. Now we are concerned about all the things we have to do, but it's a very important moment of your life. We have to live this very well. بجوز شوي معجوقين هلا على اللي بده يصير والتفاصيل الصغيرة، بس مهم تعرفوا إنه هاي مهمة ونقطة أساسية بالنسبة لحياتكم. Thank you also for the mosaic. I didn't expect this. But I'm still alive, so can't wait with me. شكرا على مزيك اللي عملتوها الصورة لسيدنا، وبمزح بيقول أنا لساتني عايش يعني بعدين بتحطوا. So thank you very much. It's a sign of appreciation that I appreciate. وهي علامة شكرا لإلكم، وهي علامة تقدير أنا أيضا بقدرها جيد كتير من ناحيتكم. The ceremony today is long, so very short, few short points about the gospel that we just heard. الاحتفال اليوم طويل، ولكن بدي أعطي بعض النقاط الأساسية المختصرة حول ما نقوم به الآن والإنجيل. The first part of the gospel, Jesus, there is a discussion between Jesus and disciples because there were some accidents. People died in accident. A tower collapsed, and also there were also political tensions that brought also some killings in between Romans and the people of Jerusalem at that time. القسم الأول من الإنجيل في قسطين، ناس بيجوا بيحكوا ليسوع عن الجليليين اللي في حادث سياسي، في مشكلة سياسية، الجليليين اللي خلط بيلاطس دماءهم بدماء ذبائحهم، واللي وقع عليهم البرج كمان في القدس. Very shortly, a lot of people died without justice. باختصار في كثير ناس بموتوا عن غير وجه عدل، مش عادل موتوا. So the people asked Jesus who they were sinners, because the belief was that if you are good, God is giving you a permission. If you are bad, you die. الناس بيسألوا يسوع بمعنى إنه هم اللي ماتوا هم خاطئين، لأنه لو كانوا فعلاً مناح كان ربنا أعطاهم طولة العمر، ولأنهم خاطئين ماتوا صغار، كانوا هيك يفكروا بالزمانات. Jesus answered no. They were not the people that was killed, those that died in the accident were not more sinner than you. يسوع بجاوبهم بيقول لهم لا، هذا الحكي مش صحيح، والأشخاص اللي ماتوا هم مش أكبر خطيئة منكم. So all of you, not just them, all of you should convert yourself.
مش بس هم، كلكم يجب أن تتوبوا وتعودوا إلى الله. In other words, he says, don't think that since you are alive, nothing happened to you. You are more just than the others. وبمعنى آخر إنه وأنتم عايشين مش معناته إنه لو ما صار لهم شيء مش معناته إنه هم أحسن من غيرهم. In front of God, we are all sinners. بقدام الله إحنا كلنا بشر خطأ. Because He is the Holy One, and we need to participate with holiness, but we have a long way, all of us, without exception. وهو القدوس وإحنا بدنا نشارك في قداسة الله، ولكن عنا طريق طويلة كلنا بدون استثناء. I don't know if you still, your parents still are saying what my parents said when I was child. But ما بعرف إذا نفس ما أهلكوا حكوا لكم نفس ما حكى ما حكوا لي يا أهلي لما أنا كنت طفل مثلكم. My mother was kept saying that if you are good, Jesus will love you. If you are not good, it will be you'll be punished by Jesus. أمه كانت تقول له إنه إذا أنت كويس الله بحبك، إذا مش كويس الله ما بحبك. بقاصصك. I don't know if they are still saying this. They say this your parents. لسه بيقولوا أهلكوا هذا الحكي لإلكوا عن يسوع. Yes, yes. Okay, good. Okay, the world didn't change. That's العالم important. ما تغير. That's very important. We have to improve. But what Jesus also means here that we have to do the good things not because you are afraid of the punishment, but because you love him. هون رسالة كتير مهمة لازم نعرفها. إحنا لازم نعمل الخير مش لأنه خايفين من القصاص، لأنه بدنا نعمل الخير. In the house, in the family, when you want to do some, if you love someone, you want to do something for him. وإذا مثلاً في العيلة إذا بتحبوا واحد بتصيروا بدكوا تعملوا إشي لإله. So this is what Jesus wants to tell us that we have not to do things. We are not more just or more sinner than the others. We are all the same in front of God. You need to be converted, but the conversion is not just to work to become gooder, but to let the love of God be in us. مهم جدا إنه كلياتنا خطأ، كلياتنا بشر ضعاف أمام الله، والله ما بده إيانا نكون أحسن، بمعنى إحنا لأن عايشين مش أحسن من غيرنا. إحنا بدنا نعمل محبة الله اللي تستمر وتكون موجودة فينا. So with the time you will see, because if you want to do the things according to the law, exactly according to the law, sooner or later you will become tired. But if you do the things because you love someone, the love will give you the strength to remain faithful. إذا بنعمل الأشياء فقط مجرد لأنه بدنا نمارس شرائع وقوانين بالأخير رح نتعب، أما إذا بنعمل الشيء لأنه بنحب شخص آخر أو بنحب شخص آخر، هذا الحب يشجعنا على أن نستمر ونكون أمناء أكثر. When sometimes your parents are tired, but they keep serving you, be with you out of love, because love gives the strength. لما أهلكوا تعبانين وراجعين من الشغل وظروف صعبة وبيضلوا يعملوا لكم الأشياء اللي لازم يعملوها بيعملوها لأنه بحبوكوا، والحب الأهل هو اللي بعطيهم القوة ليكملوا هاي المسيرة. The same should be in our relation with God. نفس الشيء لازم يكون في علاقتنا مع الله. The other point and finish that God is love, He loves us, we have to do everything out of love, but also we have also to know that God is asking us this relation is asking the answer in all the times. طبعا الله بحبنا وينعمل كل إشي بمحبة، ولكن الله، وهي الفكرة الثانية، الله ينتظر منا أن نعيش هذا دائما، أن نعطي ثمر.
your parents love you, but also you love them, and your parents expect you to exchange the love, not just to receive it. أهلكوا بحبوكوا وأنتوا بتحبوهم وهذا المطلوب منا كل واحد فينا مطلوب منه أنه يبادل الحب مش بس ناخد. So finish with the Holy Spirit we are receiving. You receive not just something theoretical. You receive the love of God, the strength of God, in order to be always strong in your relations, in your family, in the school, in your life. في الروح القدس اللي أنتم بتقبلوا، أنتم ما بتقبلوا مجرد شيء خيالي، أنتم بتقبلوا قوة الله اللي بتحل عليكم واللي بتجعلكم قادرين أن تعيشوا هذا الحب وتعطوا الثمر. We will see next year when we come here if this love that you received has been seen or not. ولما باجي المرة الجاي السنة القادمة بدي أشوف إذا هذا الحب اللي أنتم بتعطوه هو مرئي ولا مش مرئي. I'll ask your parents, not you. بدي أسأل أهلكم مش أنتم. Okay. May the Lord bless you and happy feast all of you. الله يبارككم وكل عام وأنتم بخير. أدعو الأطفال إلى تجديد مواعيد العماد قيام. أيها الأحباء، قبل أن تنالوا الروح القدس اذكروا ذلك الإيمان الذي أعلنتموه أنتم أو أعلنه آباؤكم وأسابينكم وجماعة الكنيسة يوم اعتمادكم في المسيح. أتكفرون بالشيطان وبجميع أعماله ومغرياته؟ أتؤمنون بالله الآب القدير خالق السماء والأرض؟ أتؤمنون بيسوع المسيح ربنا ابنه الوحيد الذي ولد من مريم البتول وتألم وقبر وقام من بين الأموات وهو جالس عن يمين الآب؟ أتؤمنون بالروح القدس الرب المحيي الذي سيهب لكم اليوم بنوع فريد بسر التثبيت المقدس كما وهب للرسل يوم العنصرة؟ أتؤمنون بالكنيسة الكاثوليكية وبشركة القديسين ومغفرة الخطايا وقيامة الجسد والحياة الأبدية؟ كلنا مع بعض. هذا هو إيماننا، هذا هو إيمان الكنيسة، هذا هو الإيمان الذي نعلنه بافتخار في المسيح يسوع ربنا. آمين. إنني لما كنت راضياً في العماد سئلت سؤال، هل تحب الإله يسوع واحد نبع عني وقال، أما الآن كي يبان أنني للإله قد حلفت اليمين، كيف لا أرتضي يا إلهي أن أكون لك آل الدوام، أنت روحي حياتي رجائي، أنت كلي وكل الآن كي يبان أنني للإله أمين، من فمي قد حلفت اليمين، على أن تؤمنون
للذنوب وكل وباء. أما الآن كي يبان أنني للإله أمين، من فمي قد حلفت اليمين. Dearly beloved, let us pray to God the Almighty Father for these His adopted sons and daughters, already born again to eternal life in baptism, that He will graciously pour out the Holy Spirit upon them to confirm them with His abundant gifts, and through His anointing conform them more fully to Christ, the Son of God. Almighty God, Father of our Lord Jesus Christ, who brought these Your servants to new birth by water and the Holy Spirit, freeing them from sin, send upon them, O Lord, the Holy Spirit, the Paraclete. Give them the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and fortitude, the spirit of knowledge and piety. Fill them with the spirit of the fear of the Lord. Bil Masih Rabbina. Amen. يا ريت جلوس الجميع، جلوس الجميع، جلوس يا ريت. أنت المعزي في الكروب يا منحة العالي الوهوب، نبع الحياة على القلوب، متفجرا في كل حين.
Journey, let us present our needs to God with greater confidence than ever. من أجل كنيسة الله المقدسة مع حبر الأعظم قداسة البابا فرانسيس ورئيس أساقف تنبيير باتيستا وأسقفنا ويليام الشوملي وجميع رعاة الكنائس وخاصة كاهن راية الأب فرح والشماس عماد وراهباتنا كي يكون بنات سلاما ووحدة ومحبة في العالم فتمجد اسم يسوع في كلامهم وأعمالهم إلى الرب نطلب. من أجل أبنائنا المتقدمين لتناول جسدك الأقدس أعطهم يا رب القوة حتى يحفظوك في قلوبهم فتسكن فيها ويسكنون فيك وتبقى أنت لهم مدى العمر ينبوع سلام وفرح وقداسة إلى الرب نطلب. من أجل أبنائك يا الله الذين نالوا هبات الروح القدس بقبولهم سر الميرون المقدس نصلي كي يتأصلوا في الإيمان ويأسس على المحبة فيشهد للمسيح الرب بسيرتهم الحسنة فيسيروا معه على درب القداسة إلى الرب نطلب. لأجل الوالدين والأشابين الذين تعهدوا بتربية أبنائهم على الإيمان القويم ومن ساهموا على الاستعداد للتقدم من هذين السرين المقدسين أن يكونوا دائماً بجانب أبنائنا الأعزاء عند الصعاب وأن يشجعوهم دوماً بقولهم ومثلهم على اقتفاء آثار السيد المسيح إلى الرب نطلب. يا رب يا من قلت طوبى سعينا إلى السلام فإنهم أبناء الله يدعون جعلنا يا رب أن نكون دعاة سلام لنكون من أبنائك وامنحنا في هذا اليوم الذي وهبتنا في روحك القدوس السلام في قلوبنا وفي عائلتنا وفي بلادنا في العالم أجمع إلى الرب نطلب. يا رب أنت قلت إن الحصاد كثير ولكن العملة قليلون نسألك أن ترسل عملة من كهنة ورهبان وراهبات إلى كنيستك لكي يعلموا الأطفال محبة السيد المسيح ويقدموا لهم الإنجيل والأسرار المقدسة إلى الرب نطلب. يا رب يا من دعوت
يا من تهن دوما على الفقير والمتعلم والمحتاج، نطلب منك في هذه المناسبة السعيدة أن تهننا قلوبا عليهم حتى نقاسمهم بما جد علينا من نعم وخيرات. إلى الرب نطلب. نصلي من أجل مدرستنا الغالي علينا ولأجل مديرتنا ومعلماتنا الغاليات اللواتي تعبنا علينا وقدمنا لنا المحبة والإخلاص. نصلي للروح القدس أن يمنحنا على ما يحتاجونه من نعم روحية وزمنية ليزور دوما في طريق القداسة. إلى الرب نطلب. من أجل أن تتكرم السيدة العذراء التي كانت حاضرة مع الرسل يوم العنصر، أن تغمرنا بحنانها وعطفها ورعايتها الوادية كي تبقينا دائما قريبين من ابن الحبيب وحاضرين في كنيسته. إلى الرب نطلب. بالمسيح ربنا. آمين. الخبز والخمر ليس أعظم من الحب من يبذل نفسه في سبيل أحبائه. إننا نقدم لك أيها الآب السماوي هذا القوت الأرضي كي تحولها إلى جسد ودم ابنك الطاهرين، فيكون قوة روحيا لنا تتقدس بها نفوسنا، فأقبلها يا رب وبارك. الماء والثوب الأبيض، نقدم لك يا رب هذا الماء الذي طهرتنا به في معموديتنا، فاجعلنا نتذكر مواعيد المعمودية التي أعلنها عنا أشابيننا في عمادنا والتي نريد أن نعلنها نحن اليوم في تثبيتنا في المسيح يسوع، فاقبله يا رب وبارك. الكتاب المقدس والشموع، كلمتك مصباحا لخطايا ونور لسبيلي، هبنا أن نسير يا رب على نور تعليمك، واجعل إنجيلك المقدس الدليل الذي يرشدنا إليك، فأقبلها يا رب وبارك. الحمامة والزيت المقدس، نقدم لك يا رب هذه الحمامة والزيت المقدس رمزا إلى روحك القدوس الذي ظهر على شكل حمامة يرف على وجه الأرض، ورمزا إلى قوتك العاملة فينا، فأعطنا روحك المعزي وكن لنا سندا وعطا وقوة، فاقبلها يا رب وبارك. الألعاب والأدوات الموسيقية، بين يديك يا رب نضع ألعابنا وأدوات تسليتنا، قدس أوقاتنا ببركتك، وهبنا أن ننمو أمامك وأمام الناس بالحكمة والنعمة والقامة، فتتغنى شفافنا بالنشيد مجدك، فأقبلها يا رب وبارك. الورود، نقدم يا رب باقة الورود هذه، إنها تعبيرا عن حبنا وإيماننا بك وشكرنا لك، فاقبلها كرائحة فواحة تصعد إليك أنت القدوس، فاقبلها يا رب وبارك. واجعلني أحيا بك.
واجعلني أحيا بك. تعال في عمق يأسي أيها الروح المعزي، حررني جددني واملأني فأتهلل بذكر الرب. حررني جددني واملأني فأتهلل بذكر الرب. هلما يا روح الله اغمرني بحضورك، جددني يا روح الله واجعلني أحيا بك. أستسلم بين يديك يا روح الله الحي، هلم وانفح في روحي فأعلن أن يسوع حي. هلم وانفح في روحي فأعلن أن يسوع حي. هلم يا روح الله اغمرني بحضورك، جددني يا روح الله واجعلني أحيا بك. صلوا أيها الإخوة إلى الله الأبي القدير كي يقبل مني ومنكم عبدي الذبيحة. ليقبل الرب الذبيحة من يديك be pleased, O Lord, with these sacrificial offerings, and grant that we who beseech pardon for our own sins may take care of, to forgive our neighbor. Bilmasihi Rabbina. Amen. Rabbu ma'akum. لنرفع قلوبنا إلى الأولى. إنها على الرب. لنشكر رب إلهنا. ذلك حقنا عليك. It is truly right and just our duty and our salvation always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For by your gracious gift each year, you faithful away the sacred Paschal feasts with a joy of minds made pure, so that more eagerly intent on prayer and on the work of charity, and participating in the mysteries by which they have been reborn, they may be led to fullness of grace that you bestow on your sons and daughters. And so with the angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and power of heaven, we sing the hymn of your glory as without end we acclaim. قدوساً 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 أنت الرب القوي إله الصباح السماء والأرض مملوءتان من مجدك العظيم. كدوسنا يلعب ينبوع كل كداسة. فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للآلام طوعا أخذ خبزا وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس والشكر وناول تلاميذه قائلا:
خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. اصنعوا هذا لذكركم. هذا سر الإيمان. كلما اللهم اذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، وبلغها كمال المحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس، رئيس ساقفتنا بيير باتيستا، أسقفنا ويليام، وسالة الساقفة والإكليروس والكهنة والشمامسة وطلاب الكهنوت والراهبات، أبناء هذه الرعية، جميع الحاضرين هنا، كل من طلب صلواتنا. أذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمتك، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي، وإياك نسأل أيضاً أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله، والقديس يوسف خطيبها العفيف، ومع الرسل الأطهار وجميع القديسين الذين أرضوك جيلاً بعد جيل، فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الأب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ونعم إلى أبد الدهور. آمين. وإننا امتثالا لوصية المخلص واستنادا إلى تلميح الإلهي نسور فنقول. ناجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وابنا السلام في أيامنا، ودودنا برحمتك وفتنا من الخطية، لنعمل كل تراب نحن متطيرنا في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. أيها رب يسوع المسيح يا من قلت لرسولك السلام استودعكم سلامي أمنحكم، لا تنتو إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأوليخ الوحدة والسلام بأساب مشيئتك، أنت الحي الملك إلى دهي دهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما ومع روحك دائما. يا رب السلام أمطر علينا السلام، يا رب السلام امنح قلوبنا السلام، يا رب السلام
ودا حمل الله ودا الخميل ختال اللام تبل المدوينة إلى وليمة الرب. للمناولة نرجو من الجميع البقاء في أماكنكم. نبدأ بمناولة أطفال أول مناولة وتثبيت، ومن ثم الجميع يتقدم من الوسط ويعود من جوانب الكنيسة. Be
إنه يبقى معنا دائما حيا بكم. As we receive the pledge of things yet hidden in heaven and are nourished while still on earth with the bread that comes from on high, we humbly entreat you, O Lord, that what is being brought about as in mystery may come true to true completion. Bilmasihi Rabbina. Amen. رب معكم ومع روحك أيضا. بارككم الأخ القدير لكل شيء الأب والابن والروح القدوس. آمين. الشكر لله.